السلام عليكم، عدنا للعبة تاور وورز 2 ومحل ما وقفنا المرة الماضية عم نكمل بمتحدي. طبعا المفروض انه يكون في مجموعة من المشاهدين قالوا لنا، مشاهدين هالسلسلة اللي حابين بيقولوا لنا آرائهم، هن بيتوقعوا انه حنربح ولا حنخسر. حنشوف شو حيصير معنا، نشوف كيف حيكون الوضع. هاي ميكست، هاي شو هاي، هاي ميكست، هاي شو هاي شو هاي هيك يعني. شوي ميكس، هاي ميكس، هاي شو هاي ميكس، وهاي شو هاي ميكس. اذا كله ميكس، هذا كله ماكست بالاحرى، مو ميكس، مو مخلط، خل عبي على الاخير. طب هلا الشيء اللي بيساوي بس طور بشكل سريع، ابعت مجموعه جنود طور بشكل سريع التطويرات هدول، رجع بالي جيبهم، حقهم كثير غالي ما عم يكفي. وبعد هيك بيقدر يروح على جندي جديد، يجيب هذا اللي بيعطي الاورا. وينه؟ هذا هذا وقت يمشي مع المجموعة بيعطيهم سرعة ودمج زيادة. تعالوا نطور هاي ونطور هاي، وتعالوا نطور هاي نطور هاي. هون ما فينا نحط شيء، ما فينا ماكسين على الأخير. طيب صار لازم كمان أبعد هدول، طور هذا الماين، حلو، اخر ماين، اخر ماين بيقول لك. كيف هذا حطيته بالغلط، بس معلش هلا حستفيد منه، بس اخلص من الماين، لسه ما خلص الماين. قديش بده؟ مشكلتي بالجولد، ما بلحق اصرف جولد. هاي جنودي، الطريق صعب، بدي من اقوى يونت، والله لجيب اقوى يونت لازم جيب جولد كثير. تطويرها طبعا ماله بالسهل لاقوى يونت، ما في طريقة. بس معلش حاعمل ستوب ثانية واحدة، ما في طريقة بس قيم هدول. اوبشن جرافيك اوديو كنترول باك هيلب، لا ما في طريقة قيم ال قيم ال الرسالة تطلع لي هون كل شوي، ما بعرف. حاعمل هيك 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 لففتهم على الصين. إذا وصلوا، إذا وصلوا خلص، إذا وصلوا عندهم هاللفة الطويلة. هون شو عم بيصير؟ في شغلات هيل على الأرض، هو ضربة أو شي. ما علينا. 2 2 2 4 2 2 2 4 2 نبعث هدول. طيب بدي اوصل انا للاخير، هدفي الاخير اوصل الاخير. لازم تطور مجموعه التطويرات، هذا لازم اجيبه 750 مع حقه، هذا لازم تطوره الفات. ايه بدي العب على خطه انه ركز انه اجيب الاخير، هي خطتنا بهذا الجيم. اخير 1125 ب 1250. الويف تاني جاي قريبا، نروح على تطويرات القلعة، خلينا نروح على تطويرات الجنود كلها احسن شي. نقوي الوضع، ارمور وشيلد شوي. شو صار بهذا الماين؟ هذا في ماكس، اذا هذا ماكس، متأكد يعني هذا ماكس.
وهذا ماكس كلياتهم خالصين. بلش يبعث لي شغلات غريبة. كل شيء عندي هون مطور على الأخير خلاص. طيب إذا صار فيني أعمل منجنيق هون، منجنيق هون، منجنيق هون، ومسرع جنبه. لا 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 مو هاد شو؟ مسرع مطوره. مسرع صار على الأخير، صار على الأخير، نطور هدول بقى. هدول موقعهم منيح، حيضلوا يضربون لهدول هيك، يضربون هون، موقع ظريف. حاسه موقع حلو. خالصين صح؟ خالصين ماكس، إذا صار كله هون ماكس. شايفين دعم أحلى، حلوة التلة. هاي جنودنا عم بيحاولوا يعملوا شيء. شو أخبار هاي؟ فتحنا. يلا جيم اوفر. قديش حقه؟ 1600 بلاوي حقه. حقه بس جولد. ايوة. بس نحن اللي نساوينا نطوره. مشان يكون مثاقب حارق. تطويره بس بده بوينت. اذا نحن نبعت هدول. نصير نجيب له بوينت. نطوره ثلاث مرات. وكمان نطور هالشغلات. بس اشوف هي شو كانت. Increase shield of all units by 20. ممكن واحدة والله بس 1000. لا خليني نطور هدول الرخاص هلا مبدئيا يعني اقتص منه. بس عفوا هي انا مطلق. عامل لها ماكس؟ لا هي عامل لها ماكس. هم السرعة. قاعدته مخيفة، قاعدته مخيفة. مستعمل كل شبر هو، انا ماني مستعمل كل شبر، انا مستعمل طريقة ثانية. والله ممكن نحط كمان منجنيقتين هون. لاحظوا لازم المنجنيقات تكونوا بلزق هذا المسرع. نطورهم لأقصى شيء هلا. خلص هون صاروا أقصى شيء. هلا في لسه قرنة لمنجنيقة أخيرة، تعالوا نحطها ونخلص. صار مسرع من كل الجهات عنده. منجنيقات يسرعها. شوف المسرع قديش بيعطي. بوس اول تاور وين رينج 35% دمج و 15% رينج. يلا اطلقوا. شوف شوف الطلقة تبعهم. اوه موجعة موجعة. لساتني حساوي من هدول. ما حقدر ادخل بتكاليف الكبير لسه. هاد 1600 الواحد ما في. بس كل شيء فيني اساويه هلا بقى اني اطور بالبوينت. هلا مبدئيا هو بيقول لك تطويره الاول. تطويراته بس للدمج. ايوه لا معناتها ما حطوره هلا. اذا تطويرك بس للدمج حطور له الدفاع. انا بدي يوصل ما بدي يدمج، بدي يوصل مبدئيا. هي ما هي بتضايقني. increase health of all units by 16%. increase armor of all units by 16%. بتصير 24. بتصير 24. والله منيحة رخيصة. الليفل الأول رخيص، هلا الليفل الأكبر. بدي هدول، بدي هدول.
الجولد عم بيزيد عنا، عم نزيد الجولد عشان نقدر نحاول نجرب محاولة انه ننهي او نعمل نبعث له اقوى شيء عنا. قربت. نرجع نتأكد هات increase wave run speed. هات مطوره مرة. مرة واحدة بس لأن أول تطوير رخيصة شوي. أكثر من هيك معك. شايف وضعنا الدفاعي ما بده اكثر من هيك هلا حاليا. مشكلة مصيبة اذا بلش يبعث من اقوى واحد هاد هو. بعثنا مجموعة. شوف التطويرات. بدي 1600. اتوقع بجيبوه. طب تعال نشوف قديش سعره بقى. اذا قلنا اثنين منه. مع وحدة. طيب الوجبة هي حقها 6600. إذا عنا وجبة يمكن تعمل شيء ما بنعرف. بدنا نجرب أرمر ولا شيلد ولا أرمر يمكن أكثر. 900 ما حيصير عنا. إذا وجبتنا هي جاهزة هلا، هي الوجبة الأمل فيها. قوات العدو بلشت توصل لمسافات أبعد من قبل. فات أبعد من قبل منيح. انطلقوا. هيك هيك هيك. وانا مجهز لقوة جديدة. اذا هدول اقوى جنود عنا. اقوى جنود عنا. منطلقين بالقوة ومعهم هدول الطبالة. بيعطون سرعة وشيل كمان. وصلوا يوصلوا بلشوا يوصلوا القاعدة تبعنا. خلينا نطورها. تطوير مو كثير غالي. نطور بعدين صار فيها لسه تطويرات. بثلاثة هلا مساويين قريب. 1200 جولد يلا حصير معي. قاعدتنا قوية والله. هذا طبال ما بيقدر يعمل شيء. بس بيعطي سرعة. شو أخبار جنودنا وصلوا؟ هون وصلوا. البورد اللي عندنا بعد غيره. ماشيين بقوة والله. في أمل. بدي وجبة جديدة بس ما في جولد. ما في غير نستنى الجولد. فينا نستفاد من ال بوينت. مكسناهم مشان يعملوا دمج هلا بما انه حيوصلوا. رقطة قديش هي؟ 900. بدنا 900. شو حيصير يا ترى؟ فرجيني هدول شو؟ عم بيموتوا ما بتوقع بيكملوا. في بدي وصمت جولد ابعد وجبه جديده. وصلوا هدول والله في واحد وصل. بلشنا نوصل لقاعدة ثلاثة وصلوا. ثلاثة وصلوا للقاعدة. حلو كثير. تعال نشوف قد ايه بيعملوا دمج. حلو ضربه. بهالثواني هن كمان وصلوا القاعدة. بس هن ما كتار. اذا هدول هن بطاء جدا بس ضربهم قوي. القاعدة عم تروح. القاعدة عم تروح. كلام سليم وجميل. حملة جديدة قريبا. يلا 400 كول خلصت انطلقت.
بعتنا حملة تانية، يمكن الحملة التانية تنهيها. بهالوقت خلينا نشوف آخر تطويراتنا، هل ممكن نطور؟ 941 لسه ما في. أنا بحاول يعدوا. نحن عم ندمرون، هن عم يدمرونا. بس لا، هن ما عندهم كثير قوة. تعال نطور. ماكست. قوي الرشاشات تبعنا. 600 150. ما عاد في شي عايش غير هدول الطبال. 600 150 كمان. نرجع نشوف هون شو الوضع. قربنا نقضي عليه. اتوقع ما حيقدر ينجو منا. نعم هدول ما عم يموتوا. هدول طاقتهم كثير قوي. تعال شوف طاقتهم ويا العداد الاحمر الصغير. متى عم قرب زوم عم بيروح يعني. القاعدة هيك طاقتها. اتوقع انه قضينا عليها. اتوقع. هدول حيوصلوا. خلاص الفوز صار مؤمن. فرجين قاعدتنا لسه مطولة. هاي تطوير اخير. ماكست الرشاشات تبعها. اذا مبروك الفوز. نعم فيكتوري. وكيب ات اب. هذا هو اللي نحن عنا قتله. لا مو هذا بس يعني شيء. المهم حملنا الكاس، كاس الفيكتوري. وفريق الاحمر هو فريقنا، هو اللي ربح المباراه. وهون شوف اليونتات والتورات وكل الاشياء. المهم انه نحن هلا ديفيت. خلاص خلصنا الاولى وخلصنا الثانيه. اذا هذا هو الوحش الثالث. ما بنعرف شو حيكون، بس هذا الشيء اللي بنفكر فيه انه كيف نتعاون معه بالحلقه القادمه. طبعا مثل ما قلت، اي سلسله اذا كان عليها اقبال بدها تكمل كثير كثير. اذا نحبوا العالم هذا النمط، اللي هو نراعي كمان انه بدنا نستنى مشاهدين جداد يجوا على القناه على هذا النمط بالذات، لانه هذا النمط مو معروف كثير ومو محبوب يمكن مشاهدينا الحاليين، بس بنعطيه فرصته. بقى للناس اللي بيحبوه ما تنسوا انه تعملوا شير، نشر لهذا المقطع، ريتويت، شير على الفيسبوك، لايك مفضله. يعني تلحقونا على صفحات هدول الفيسبوك عم يمرقوا اسفل الشاشه وموجودين على الطرف، وكمان محطوطين بالدسكربشن باليوتيوب. تعملوا فولو عليهم، لايك، و يعني كل ما زاد الاقبال للسلسله كل ما نقدر نعمل لها اكثر. هي السلسله اتوقع يعني، او لو كانت محبوبه كثير وماشيه، هي سلسله 100 200 حلقه، لانه في عندك هدول بدنا نخلصهم، في عندك بعد ما نخلصهم وننهيها لهي، في عندك بقى نكون تعلمنا اللعبه تمام ونعرف كل اسرارها، صار فينا نروح على نمط الرانكت. نمط الرانكت بيعطينا بقى الفوز بيطلعنا والخساره بتنزلنا ضد لاعبين. هذا الشيء صعب، بس هلا في ناس طلبوا قالوا العاب رانكت او العاب هذا النمط سيزن بلاي. المهم في شغله انه اذا بنلعب هذا النمط وبنخسر بننزل لتحت. نحن لسه مو شاطرين باللعبه، وانا ما بلعب اي لعبه من هالانواع الالعاب الا مع تسجيل، ما بلعب اوفلاين. السبب لانه في ناس بتشاهدني ما بتشتري اللعبه ولا بتلعبها ولا بدها تلعبها، بس بدها تشاهد. بقى انت بدك تلعب تفرجي المشاهد يتحسس انه هو اللي عم بيلعب. ما بلعب ابدا بدون تسجيل. كل تعلمته وانا عم سجل. وهي مصداقيه يعني نعطيها نحن بالقناه لمشاهدينا ومشتركينا. مشان هيك ان شاء الله نحن بنخلص نتعلم اللعبه ونخلص كل النمطة، بعدين بنفوت بالرانكت وبنجربه وبنشوف شو بيصير معنا. بتمنى تكونوا استمتعتوا، وما تنسوا تحطوا اي تعليق بس على اللي نعرف انه انتم كملتوا المقطع للاخر. يعني اذا ما عندكم اي شيء تقولوه، قولوا 1 جن 1 او اكتبوا 1 جي 1 او جي. ومثل ما قلت بفضل لايك ونشر. كان معكم عمر، 1 جن 1. بشوفكم بحلقات قادمة إن شاء الله، ومع السلامة.